قوي. انت رايح امريكا تعمل ايه؟ ترزي بلدي هيعمل ايه هناك؟ وبعدين انا اعرف ان الترزيه بيكسبوا كويس في مصر. كان زمان كنت كسبه القش يا رضا، عيال قليله والمكسب معقول. العيال كترت والمستورد ابتدى يخش، ما بقناش قادرين نلاحقها من جوه ولا من بره. ده حتى كوريا اللي اسمها كوريا بتعمل جلاليب وطواقي ما تلاقيهاش في اي حته في مصر. طب وليه ما طلعتش اي بلد عربي؟ حاولت، قالوا لي سنك كبير. بس امريكا مش سهله. قالوا لي هناك الفلوس بالكوم والنسوان بالكوم. قلت ماليش حيله في النسوان، خلونا في الفلوس. وهان عليك تسيب بيتك وعيالك؟ يا سيدي يعني اقعد وياهم وهم جعانين ولا اسيبهم وهم شبعانين؟ ومراتك؟ الستات في مصر من الفقر ما عادوش بيستغربوا لما رجالتهم يسيبوهم ويسافروا. مش مهم يسافروا فين، المهم المام. كلامك صح يا عم غمراوي، معلش قلبت عليك المواجع. يا سيدي متقلبه جاهزه.